أفاد مراسل النهار اليوم بأن حركة قطارات الوجه القبلي عادت إلى طبيعتها بعد توقفها لأكثر من ساعتين فجر اليوم في أسيوط، وذلك عقب قيام 3 أشخاص ملثمين بإشعال النيران بقضبان السكة الحديد بالقرب من محطة قطار القوصية من خلال إلقاء زجاجات المولوتوف ووضع إطارات سيارات محترقة على القضبان. وتمكنت قوات الدفاع المدني من إخماد الحريق وتسيير حركة القطارات.